بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني. الدرس الأخير في منهج الجبر، عنوان الدرس متباينة الدرجة الثانية في مجهول واحد. احنا فيما سبق درسنا 6 دروس عناوينهم كالآتي: أول درس كان حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد، الثاني كان الأعداد المركبة، الثالث كان تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية، الرابع كان العلاقة بين جذري المعادلة للدرجة الثانية ومعاملات حدودها، أما الدرس الخامس فهو تكوين المعادلة التربيعية متى علم جذرها، والدرس السادس كان إشارة الدالة. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون اختبار مراجعة على الجبر، على الوحدة الأولى في الجبر كله، وبهذه المراجعة يبقى كده انتهينا من شرح منهج الجبر للصف الأول الثانوي وعمل مراجعة عليه. بعد كده إن شاء الله هنشرح الفرع التالي وهو حساب المثلثات ثم الهندسة، وفي الآخر خالص هناخد نماذج امتحانات على نمط الأسئلة والنماذج اللي هتجيلك على التابلت إن شاء الله. يلا حالا دلوقتي نبدأ في الدرس الجديد. مثال واحد بيقول لي: أوجد في ح مجموعة حل المتباينة س تربيع ناقص 5 س زائد 6 أكبر من الصفر. باختصار شديد يعني عايز الأعداد الحقيقية اللي أنا لو عوضت بيها في المتباينة دي علامة المتباينة أكبر من، يطلع جميع النواتج أكبر من الصفر يعني موجبة. هنكتب الأول الدالة اللي هو مديها لي على الصورة س تربيع ناقص 5 س زائد 6 وأسويها بالصفر، تبقى س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بتساوي صفر، عشان أبحث إشارة الدالة الدرس اللي فات. أبتدي أحلل المقدار الثلاثي ده، ده مقدار ثلاثي بسيط، السين تربيع تبقى سين في سين، عايز عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم سالب 5، الاثنين في 3، وعشان الإشارة الأخيرة موجبة إذن الإشارتين حسب إشارة الحد الأوسط. من هنا يبقى سين ناقص 2 بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي 2 لو وديتها الناحية التانية بعكس الإشارة، ومن هنا سين ناقص 3 بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي 3 لو وديت السالب 3 الناحية التانية بعكس الإشارة. يلا بقى نبحث إشارة الدالة. أنا عندي قيمتين لسين، لما سين ب2 الدالة لو أنت عوضت في الدالة الأساسية يطلع بصفر، ولما سين ب3 لو عوضت في الدالة الأساسية يطلع بصفر. القاعدة اللي أنا معلمها لك لما يكون عندك دالة تربيعية ببحث إشارتها، بنقول هنا مثل وهنا عكس وهنا مثل. هنا مثل إشارة معامل س تربيع في الدالة الأساسية، أرجع لمعامل س تربيع في الدالة الأساسية أهو، هلاقي إشارته موجبة، يعني هنا موجب 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 موجب، تمام. طيب هنا عكسه سالب سالب سالب، هنا موجب مثله موجب موجب موجب. طبعا دي رايحة لما لا نهاية، ودي هنا سالب ما لا نهاية، وهنا ما لا نهاية. هنقف بس وقفة بسيطة هنا عشان أفهمك يعني إيه. لو عوضت بأي عدد حقيقي أكبر من التلاتة في الدالة الأساسية تطلع قيمة الدالة موجبة. خد مثلا 4، دالة الأربعة لو عوضت هنا يطلع موجب، دالة الخمس لو عوضت هنا في الدالة دي يطلع موجب. طب لو عوضت بعدد محصور بين الاتنين وتلاتة، 2.5 مثلا، 2.1، 2.2 في الدالة الأساسية تطلع قيمة الدالة إشارتها سالبة. طيب لو عوضت في الدالة الأساسية بعدد أقل من 2.1 مثلا في الدالة الأساسية يطلع العدد إشارته موجبة. بعد كده بقى نحدد الفترات التي تكون فيها المتباينة أكبر من الصفر، إن هو بيقول لي أوجد مجموعة حل المتباينة اللي هي ديت أكبر من الصفر. نشوف بقى الفترات اللي بتكون فيها الدالة دي أكبر من الصفر يعني موجبة، هلاقي عندي فترتين، يبقى مجموعة الحل بتساوي عندك الفترة من 3 لما لا نهاية أهو. طب لو حبينا نبدأ من هنا موجبة، يبقى من سالب ما لا نهاية لاتنين، من سالب ما لا نهاية لاتنين الأقواس مفتوحة اتحاد الفترة من 3 لما لا نهاية، هي دي الفترات اللي بتكون فيها المتباينة اللي هي س تربيع
ناقص 5 س زائد 6 أكبر من الصفر، وكده أبقى أنا جبت مجموعة الحل. ونشوف السؤال التالي. مثال 2 بيقول لي أوجد في ح مجموعة حل المتباينة قوس في س زائد 5 مضروب في قوس س ناقص 1 أكبر من أو يساوي س زائد 5. خد بالك أنا هعمل إيه واحدة واحدة. أفك القوس ده، أقول له س في س أهي، س في س بس تربيع، وس في سالب 1 بسالب س، وبعدين 5 في س بخمسة س، 5 في سالب 1 بسالب 5، وبعدين أجيب الس زائد 5 دي الناحية التانية بعكس الإشارة، هيبقى س تربيع زي ما هي، سالب س لما تطرح من 5 س يتفضل موجب 4 س ناقص 5، الس دي تيجي الناحية التانية بسالب س، والموجب 5 تيجي الناحية التانية بسالب 5، الكلام ده كله أكبر من أو يساوي الصفر. أبتدي بقى أجمع الحدود المتشابهة، يبقى س تربيع زائد 4 س ناقص س يتفضل 3 س. ناقص 5 وناقص 5 يديني ناقص 10، الكلام ده كله اكبر من او يساوي الصفر. طبعا نكتب الداله اللي قدامي دي اللي هي س تربيع زائد 3 س ناقص 10 في صوره داله، نكتبها على صوره صفريه كمعادله صفريه، س تربيع زائد 3 س ناقص 10 بتساوي صفر. ابتدي احلل مقدار ثلاثي بسيط، س في س، موضوع التحليل مهم جدا. ال 10 دي 2 في 5، الكبير اللي هو الخمسة ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني العكس، عشان لو طرحت سالب 2 من 5 يديني المعامل هنا معامل س ب3، إما س ناقص 2 بيساوي صفر ومنها س بيساوي 2، خلاص بقينا شطار في اللعبة دي، إما س زائد 5 بيساوي صفر ومنها س بيساوي سالب 5. دلوقتي بقى نبحث إشارة الدالة على خط الأعداد زي ما هنشوف دلوقتي. أنا عندي قيمتين لس بسميهم أصفار الدالة. يعني يا مستر أصفار الدالة؟ يعني قيم س التي تجعل الدالة تساوي صفر، اللي هم سالب 5 و2. طيب إيه بقى القاعدة اللي أنا هطبقها هنا؟ هي نفس القاعدة بتاعت المعادلة التربيعية. إيه هي يا مستر؟ اللي هي مثل إشارة معامل س تربيع هنا عكس إشارة معامل س تربيع هنا مثل إشارة معامل س تربيع، وما انساش إن هنا سالب ما لا نهاية وهنا موجب ما لا نهاية. طيب هنا بقى مثل إشارة معامل س تربيع، أرجع بقى للدالة اللي أنا جبتها اللي هي دي أهي، دالة س بتساوي س تربيع زائد 3 س ناقص 10 أهي، هنا إشارة معامل س تربيع موجبة، يبقى الفترة اللي أنا كاتب فيها مثل تبقى موجب أهي، موجب موجب موجب، وهنا برضو موجب موجب موجب، العكس هنا سالب سالب سالب. طب هو عايز إيه بقى؟ عايز الفترات اللي بتكون فيها المتباينة دي أكبر من أو يساوي الصفر، اللي هي عايز الفترة اللي بتكون فيها المتباينة س تربيع زائد 3 س ناقص 10 أكبر من أو يساوي الصفر. هنا هقول له مجموعة الحل، خلي بالك عشان في هنا جديد عندي حكاية أو يساوي دي، أو يساوي أو يساوي دي تخليني أعمل إيه؟ تخليني أدخل آخد معاهم بالمرة الإيه؟ السالب 5 والاتنين، يبقى مجموعة الحل بتساوي أول حاجة من سالب ما لا نهاية وسالب 5، بس خد بالك هنا السالب ما لا نهاية مفتوحة، وهنا هاخد يساوي كمان عشان علامة اليساوي. اتحاد الفترة من 2 لما لا نهاية، طبعا لما لا نهاية دائما ابدا القوس عندها مفتوح، انما هنا عشان خاطر او يساوي دي هاخد معاها كام؟ الاثنين. وعلى فكرة ممكن اكتب مجموعة الحل بتساوي ح ما عدا الاثنين السالب 5 والاثنين، ويبقى هو نفس الشكل ده يكافئ رياضيا نفس الحل ده. نشوف السؤال التالي. مثال 3 بيقول لي اوجد في ح مجموعة حل المتباينة س تربيع ناقص 3 س زائد 5 أصغر من الصفر، يعني عايزين الأعداد الحقيقية اللي أنا لو عوضت بيها في المتباينة دي يطلع النواتج أعداد حقيقية سالبة. طب إحنا هنمشي واحدة واحدة مع الحل. أول حاجة هكتب الدالة اللي هي دالة س بيساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 5 وأساويها بالصفر، س تربيع ناقص 3 س زائد 5 بيساوي صفر. لو حاولت اجيب اصفار المقام سواء بالتحليل او باستخدام القانون مش هتطلع معايا، لان المميز هتطلع قيمته سالبه، واحنا عارفين لما المميز تطلع قيمه سالبه يبقى ليس لها جذور حقيقيه. لو جيت رسمت انت الداله دي اهي، يطلع شكل المنحنى فوق كده اهو،
يبقى الدالة دي لما تيجي ترسمها تطلع موجبة لجميع قيم س تنتمي لحا، واحنا عارفين القصة دي من قبل كده من بحث إشارة الدالة. أقول له المميز ليس له جذور حقيقية، يبقى إذن إشارة الدالة موجبة لكل س تنتمي لحا. في الحالة اللي زي دي هو عايز قيم س التي تجعل المتباينة بسالب. طب أنا ما عنديش قيم س تجعل المتباينة بسالب، لأن المتباينة موجبة لجميع قيم س تنتمي لحا. يعني لو رسمت على خط الأعداد، احنا عارفين القاعدة هنا، لما يبقى عندي س وإشارة دالة س، لما يبقى المعادلة ليس لها جذور حقيقية، يبقى مثل كلها هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية، يبقى كلها مثل إشارة معامل س تربيع. طب بص على معامل س تربيع، إشارته هنا إيه؟ أهي موجبة، يبقى كلها موجبة. يبقى لجميع قيم س التي تنتمي لحا تطلع الدالة موجبة. إذا مجموعة حل المتباينة س تربيع ناقص 3 س زائد 5 أصغر من الصفر هي فاي، بمعنى لا يوجد عدد حقيقي إذا عوضت به في المتباينة يكون الناتج سالبا. ونشوف المثال اللي بعد كده. مثال 4 بيقول لي اوجد في ح مجموعة حل المتباينة س تربيع زائد 2 س زائد 4 أكبر من الصفر. طبعا احنا خلاص فهمنا الخطوات اللي بنمشي بيها. أول حاجة أكتب دالة س بتاعة المتباينة اللي هو مديها لي، اللي هي س تربيع زائد 2 س زائد 4، وأساويها بالصفر عشان نبحث إشارة الدالة. هرجع أقول لك واضح إن س تربيع زائد 2 س زائد 4 دي لا يمكن تحليلها ولا يمكن إيجاد قيمتها بالقانون. في الحالة اللي زي دي شوف المميز، لو طلع لك بسالب يبقى في كلام تاني نقدر نقوله. هات المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. طبعا الألف بواحد والب باتنين والجيم باربعة، لما تيجي تعوض الب تتربع تبقى باربعة، ناقص أربعة في واحد في أربعة في 16 يطلع المميز بسالب 12 أصغر من الصفر. وما دام أصغر من الصفر يعني المميز طلع قيمة سالبة، يبقى المعادلة ليس لها جذور حقيقية، يبقى إشارة الدالة كلها، كل إشارة الدالة آدي هنا س وهنا إشارة دالة س، كلها حسب معامل س تربيع. طب بص على إشارة معامل س تربيع كده هتلاقيها موجبة، يبقى دي موجبة، موجبة لجميع قيم س تنتمي لحا أهو أهو. وحتى لما بنيجي نرسم الدالة دي زي ما احنا متفقين بتطلع لفوق كده أهو أهو، في اتجاه محور الصادات الموجب أو حا الموجبة. تمام. طب إذا إشارة الدالة موجبة لجميع قيم س تنتمي لحا. إذا مجموعة حل المتباينة س تربيع زائد 2 س زائد 4 أكبر من الصفر هي حا. يعني ايه يا مستر هي ح؟ يعني اي عدد حقيقي تعوض بيه في المتباينه دي يطلع الناتج موجب. دي عكس المساله اللي فاتت. عايزك بالراحه واحده واحده تعيد الفيديو تاني وتشوف المساله دي والمساله اللي فاتت وركز فيهم عشان تعرف ايه الفرق بينهم، لان دي اصعب جزئيه في موضوع حل المتباينات. وان شاء الله مع المسائل اللي جايه في المراجعات وفي حل الامتحانات هبقى اركز لك عليها مره كمان. مثال 5 بيقول لي اوجد في ح مجموعة حل المتباينة 4 س ناقص س تربيع ناقص 4 أصغر من الصفر. خد بالك عشان المتباينة دي شكل المعادلة بتاعتها مختلفة شوية. يعني إيه يا مستر؟ أنت عندك دالة س بتساوي 4 س ناقص س تربيع ناقص 4، واضح إن مش مترتبة ترتيب تنازلي. أنا هرتبها ترتيب تنازلي، أعملها على الصورة بس بنفس الإشارة، سالب س تربيع زائد 4 س ناقص 4 بتساوي صفر، وبعدين هضرب بس في سالب واحد عشان أسهل التحليل. أهو يبقى سالب واحد في سالب س تربيع بس تربيع ناقص 4 س موجب 4، وبعدين ابتدي احلل مقدار ثلاثي بسيط مربع كامل. يعني ايه يا مستر مربع كامل؟ يعني قوسين يطلعوا شبه بعض بالظبط. اهو الس تربيع س في س، والاربعه دي 2 في 2، والاشاره الاخيره موجبه. اذا الاشارتين حسب اشاره الحد الاوسط، دول قوسين مضروبين في بعض، يبقى س ناقص 2 الكل تربيع. هاخد منهم واحد واساويه بالصفر، يبقى س ناقص 2 بيساوي صفر، واطلع قيمه الس ب 2، وبعدين ابتدي ابحث اشاره الداله. خد بالك لما يكون داله تربيعيه اهو من الدرجة الثانية لها حل وحيد، يعني الجذرين متساويان، بطبق القاعدة اللي أنا قلتها قبل كده اللي هي مثل ومثل. هنا مثل ومثل، مثل إشارة معامل س تربيع في الدالة الأساسية، وهنا برضو مثل إشارة معامل س تربيع في الدالة الأساسية. تعال نرجع الدالة الأساسية اللي هو مديها لي قبل ما أضربها في سالب، أهي أهي دي الدالة الأساسية أهي،
إشارة معامل س تربيع هنا إيه؟ أهي سالبة. يبقى الإشارتين مثل إشارة معامل س تربيع، يبقى هنا سالب، يبقى هنا سالب سالب سالب، وهنا سالب سالب سالب، أهو سالب سالب. طب أنت عايز إيه بقى؟ عايز مجموعة حل المتباينة اللي هي 4 س ناقص س تربيع ناقص 4 أصغر من الصفر، يعني سالبة. أي أن قيم س التي تجعل المتباينة اللي قدامي دي 4 س ناقص س تربيع ناقص 4 أصغر من الصفر سالبة، هي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا س بتساوي 2، لأن لو عوضت س بتساوي 2 في المتباينة اللي قدامي دي بتطلع بصفر، عشان كده بنقول إن مجموعة الحل ح فرق الاتنين. ونشوف المسألة اللي بعد كده. مثال 6 بيقول لي اوجد في ح مجموعة حل المتباينة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 أصغر من أو يساوي الصفر. زي ما احنا متفقين أنا بكتب المعادلة بتاعة المتباين اللي هو مديها لي على الصورة، صورة الدالة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 ب، وبعدين أساويها بالصفر، يبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 9 بيساوي صفر، وبعدين أحلل عشان أبحث إشارة الدالة. هلاقي هنا س في س، وهنا 3 في 3، واضح ان ده مقدار ثلاثي مربع كامل، يعني س ناقص 3 الكل تربيع. اخد الجذر التربيعي يبقى س ناقص 3 بيساوي صفر، ومنها س بتساوي 3. نبحث بقى اشاره الداله على خط الاعداد. انا عارف القاعده بتاعتي اللي هي عندما س بتساوي 3 الناتج بتاع الداله بصفر. والقاعده بتقول لي ايه؟ لما يكون عندك داله تربيعيه، هنا بيكون اهي الداله التربيعيه اللي عندي هكتبها لك هنا عشان ما اطلعش فوق، ده اللي س بتساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 9، بتكون ده مقدار ثلاثي مربع كامل وقيمه وحيده، وهنا المميز يطلع بصفر. يبقى بقول له مثل ومثل، بعد التلاتة مثل وقبل التلاتة مثل. مثل يا مستر؟ مثل إشارة معامل س تربيع. بص إشارة معامل س تربيع، أدي س تربيع، المعامل هنا بواحد مش مكتوب، إشارته إيه؟ موجبة، يعني موجب موجب موجب. وقبل قبلها نفس الحكايه، قبل الثلاثة نفس الحكايه، مثل إشارة معامل س تربيع، موجب موجب موجب. طب هو عايز إيه بقى؟ عايز الفترات التي تكون فيها المتباينة أصغر من أو يساوي الصفر. يعني إيه؟ يعني إيه الأعداد الحقيقية اللي أنا لو عوضت هنا بيها يديني صفر، هلاقيه الثلاثة. طب لو عوضت بيها يديني سالب، مفيش. يبقى الفترات التي تكون فيها المتباينة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 أصغر من أو يساوي صفر، مفيش إلا الثلاثة هي اللي تديني صفر بس، إنما لا يوجد عدد حقيقي أعوض بيه في المتباينة دي، يطلع الناتج بسالب. كده تم بحمد الله منهج الجبر للصف الأول الثانوي.